اسمي عبير سعد الدين، خريجة كلية التربية نوعية شعب التربية الفنية. عملت دبلومة ماجستير في النقد الفني. بحب الهاند ميد جدا بكل فروعه. كل فترة بشتغل على حاجة مختلفة. بدأت بالأكسسوارز، الواير، استخدمت معاه احجار. بعد شويه اخدت كورسات في الديكوباج، اشتغلت برضو عليها. اخر حاجه بدات اشتغل فيها المصغرات، وكانت ملفته جدا. هو فن شامل، لان بتستخدمي كل اللي اتعلمتيه او كل الخامات او الحاجات اللي اشتغلتي بيها بتستخدميها جوه المكت بتاع المصغرات. مصغرات قليله جدا، يعني اول اللي بيشتغلوا مصغرات مش كتير. حتى ناس كتير ما بتبقاش عارفة ايه هو المصغرات. هو بيبقى عبارة عن ماكت، او احنا بننقل لوكيشن او لقطة من الطبيعة بنحولها لماكت مصغر، يعني مساحته ما بتعدلش ال 20 سم. الفكرة بدأت ان انا شفت الشغل ده، حد عمله فعجبني قوي، وكان عاملين اعلان عن ورشة، اخدتها. بصراحة الورشة فادتني في حاجات كتير، وخلتني أفكر إزاي أنفذ كل الحاجات اللي أنا أخدتها في الورشة واللي كمان ما أخدتهاش. بدأت أعمل سيرش عشان خاطر أشتغل أو أنفذ حاجات معينة. كل ما أعمل سيرش كان بيقابلني إن مفيش غير كلها مواقع أجنبي، حتى التفاصيل، القطع كلها مش عربية بالمرة يعني. وانا كنت من اول مره حاطه عيني على ان انا اشتغل التراث، فكره التراث او فكره الهويه اللي احنا يعني دايما بنحب قوي نقلد بره، يعني ما بنفكرش في التراث بتاعنا، مع ان هو يعتبر يعني ماده خصبه لكل جميع انواع الفنون. فبدات اشتغل على فكره التراث المصري بكل تفاصيله، يعني نوبي، الكرة، البيوت الشعبية، الأحياء الشعبية اللي زي القاهرة، يعني جوه القاهرة، والأماكن بقى الريفية، النوبة طبعا بجمالها بألوانها. وبعدين الموضوع بياخد مني مراحل. أول مرحلة بيبقى البحث، بما ان انا يعني الظروف ما سمحتليش ان انا اروح كل الاماكن دي، يعني ما زرتش كل الاماكن اللي في مصر. يعني اول مرحله ان انا بجمع صور، ببقى محدده انا هشتغل على ايه، الفن ايه، بجمع صور وابتدي اشوف كتير حاجات كتير واشوف تفاصيل كتير، وابتدي اخد بقى يعني اتصور انا لوكيشن معين واقول انا هنقل اللقطه دي، وكاني لقطه بثبتها في الحياه واحولها الى مصغر. لو الاوضه مثلا فيها كرسي مساحته زي مثلا 50 سنتي، باخد ال 50 سنتي اقسمهم على 1 على 15، حسبه كده معقده مش عاوزه يعني اصعبها على حضرتك، بحيث ان حضرتك لما تشوفي القطعه المصغره ما تقوليش لا النسب مش مظبوطه، لان برضو قصه انك تظبطي النسب بتاعه اللوكيشن كله لازم تبقى مظبوطه جدا. يعني ابتدي احضر الماكت، اعمل له تصور، واحيانا بشتغل بستخدم خيالي بس ببقى عامله يعني زي بلان همشي عليه، واحيانا بستخدم صوره، بشتغل من صور، اوكي. وابتدي بقى انفذ. وممكن بقى طبعا بعد ما بتخلصي كل قطع قبل ما بتثبتيها بتضطري تنقلي هنا، لا هنا الشكل احلى هنا، يعني ده بيبقى حسب الشغل. طبعا بستخدم خامات كتير قوي. وفكرة المصغرات هي برضو يعني أحلى حاجة فيها إن أنت بتستغلي أي حاجة موجودة يعني حواليكي. مثلا الأساسي عندي بيبقى الخشب اللي هو الـ MDF اللي بيتبني بيه الماكت، وده لازم يبقى صلب شوية عشان هو اللي هيشيل كل الشغل. بعد كده بستخدم الخشب البلص يعني بتخانات مختلفة. الخشب البلص ده بيساعدني لأن هو سهل في التقطيع وسهل في إن أنا أشكل. احنا عندنا حاجات فوق الرائعة، بس يعني مش عارفة ليه ما بنروحش ناحيتها كتير يعني.